قامت بلدية مدينة قزبدة حاضرة سلا بحملة عمل للنظافة شملت مختلف أحياء المدينة، وذلك برش المجاري والمستنقعات بالمبيدات الحشرية تفاديا إصابة المواطنين ببعض الأمراض خاصة في فصل الخريف. حسن منى سكاية. تعد النظافة واحدة من أهم الأشياء التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية، سواء النظافة الشخصية أو البيئة العامة، فمن الضروري العناية بالنظافة التي تساعد على التقليل من احتمالية الإصابة بالأمراض. ومن هذا المنطلق قامت بلدية مدينة قزبيدة حاضرة إقليم سلا بحملة نظافة في الشوارع المدينة ورش المبيدات الحشرية وتوعية المواطنين حول الكفاح ضد الأمراض التي تأتي نتيجة الصرف الصحي والبيئة الملوثة، حيث شارك العشرات من المتطوعين في هذه الحملة. في الكلمة التي ألقاها النائب الأول لعمدة مدينة قزبيدة محمد سوار، تحدث عن أهمية النظافة في حياة الإنسان ودورها في الحفاظ على البيئة وترثيق قيم النظافة لدى الفئات المختلفة في المجتمع وتوعيتهم لاستعمال بالطرق السليمة والنظافة الوسط المجتمع للحد من الأمراض المعدية التي تسببها الفيروس. المندوب الصحي الإقليمي دكتور رماد عبد الله طلب من المواطنين اتباع بعض الطرق الجيدة التي تساعد في الحفاظ على محيط نظيف وتجنب رمي النفايات في الأماكن العامة واستعمال سلة المخلفات. وتعتبر النظافة من الثقافات الهامة التي تساعد المجتمع على العيش بصحة جيدة وفي بيئة مناسبة. عقد حاكم إقليم إنادي الشرق حسن جريبو اجتماعا ضم المسؤولين الإداريين بالإقليم بهدف تقييم العمل الإداري والوقوف على الإنجازات التي تم تحقيقها ووضع خطط وبرامج إنمائية تعود لصالح سكان الإقليم. عباس بكر مصطفى. تزامنا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018 في كافة الأراضي الوطنية، حيث أقد حاكم إقليم إنيدي شرق حسن جربو لقاء مع المسؤولين بالمنطقة، ويعتبر هذا اللقاء ضمن اللقاءات الشهرية لحاكم الإقليم مع المسؤولين لتقييم ما تم إنجازه ووضع خطط وبرامج لصالح سكان الإقليم. أثناء اللقاء ركز الحاكم بشكل أساسي على عملية التسيب الذي يقوم به بعض موظفي الدولة والغياب المستمر، كما شدد الحاكم بأنه يجب على كل موظف أن يقوم بواجبه، ودعا الحاكم المسؤولين الإداريين تحمل المسؤولية تجاه مثل هؤلاء الأشخاص. أول وقت أبنتاس عندكم كريدي كله فيه وغروس كله فيه ممكن يأتوا كله يمشي بيرو ووقت أنا شهر سنة سنتين بيجي كريدي كله ما فيه بيجي غروس كله ما فيه يأتوا كله خلاص بيرو ويمشي بيرسونا رجع. وعليه فإن المسؤولين الإداريين والعسكريين بإقليم إنيدي شرق فقد أبدوا عن سعادتهم لتنفيذ توجيهات وإرشادات الحاكم حسن جربو.